بيض الميموزة تكفي 16 قطعة. المقادير: 8 بيضات مسلوقة ومقشرة، 4 إلى 6 ملاعق صغيرة مايونيز، رشتين من الكاري المطحون، فلفل أسود حسب الرغبة، ملح حسب الرغبة، نصف بصلة خضراء مفرومة، رشة بابريكا حلوة أو حارة حسب الرغبة. طريقة التحضير: نقطع البيض إلى أنصاف ونزيل صفار البيض، نتبل الصفار بالملح والفلفل والبصل الأخضر المفروم والكاري، ثم نضيف المايونيز بمساعدة كيس نحشو بياض البيض بخليط الصفار ونرتبه في طبق تقديم. ننثر البابريكا على سطح الطبق قبل التقديم.